هي طيب ولا همك يا حباس. حاضر يا عاقل. شو اللي ابو هذا شو له؟ اروح ابا يا عاقل. وانت يا حزام جهز نفسك للعروس، والله ما لك الا عروسه من راس السهيل. شو اللي يا ولد شو تحمله؟ طيب ولا همك. وفدك شفتي يا خاله؟ نبا شفتي؟ العاقل حرس ابي ثاني مره. الله يقصف عمره هذا العاقل، مو شي منه. ايش يضغط على الوالد؟ من شان يزوق الاستاذه شقوم بالقوه، وعلى من؟ على ابن الساكت. كان يسمعهم بالقريه يخبرني بس ما فهمتوش. سمعتوا ان الساكت يشتي يزوق ابنه، ابنه زعم فنان، مثل هذولك اللي يظهروا بالتلفزيون. يا خال الله يعافيك، هذا الولد لا هو فنان ولا يحزنون، حتى ما درس. طيب مو شغله؟ شغله طرطور بالشارع، ما هو شغله. طيب ملايين، وش تفعل دالحين يا نسار؟ دالحين شارع عند العاقل، وإلا شرقع أروح عند المدير العام. ما في إلا هو شو وقفه عند حده. الله شعينك يا ابن أختي، الله شعينك. اسمعي يا خالة، لو تأخرنا أو حجزنا العاقل جنبي يتصلي الجو. خلاص يا ابني تمام. الله معك يا خالة. الله معك يا ابن أختي، الله معك. هلك هلك يا عمورة يا حبيبي، والله انك محظوظ يا اخي. بايش محظوظ يا ندور؟ انا بدالك بايش؟ بايش؟ اشوف الوالد متحمس هذه اليومتين لزواجتك. شوف انا ما بجلس كل ساعه افهمك، الفنانين زيي ما يتزوجوش. قل لي ليش؟ ليش؟ علشان المعجبات، انت فاهم الحركات هذه يا ندورة. بلا فنانين بلا كلام فارغ. انا رايي انك توافق على الزواجة لأن الأستاذة مليونيرة. أنا في دارة. أيوة صدقنا يا عمر. أنت رأيك كذا؟ أيوة أنا رأيي كذا، وبرضو من شأن الوالد العاقل يتحمس لزواجتي. الخطة دي علشان أبوك يتحمس يزوجك، مش من شأني نداري. هي قم دحين نعيش القهوة وأنت مفتح لنا رقصة مع باقي بعد أخوك مع باقي بطاط. هي قم باباتي. خلاص خلاص، انا بقول لك مفاجاه ما قوك عاش. ها مو انا وافقت اتزوج باباتي. ايوه شوف حتى ما عاد فيش جراح. شوف شوف رجلي، شوف شوف باباتي، شوف. ايوه هاي ابني هذا اللي يفعله انه الرجال. والله والله يا عم حزام ما قنعت الا انا بعد ما قوقع لي قلبي. رجال يا عيالي رجال. بس باباتي انت قلت لي بتسوي لي عرس ما قد حصلش. اثبت لي باباتي. ايوه اثبت لي. يب انا شعمل لك عروس حنان طنان. انت عارف انه قد بينا تحدي يا ابني انا وناجي السهيلي وابنه، وبعدها يا ابني عروستك تستاهل وانت تستاهل وعمر. خلاص باباتي، شوف انا اشتكت تدعمنا فلوس علشان اجيب شلة اصحابي فنانين. ايوه يغنوا اصوات باباتي. ايوه اصوات ما اقولكش، دعم الدعم اورجينال. ايوه باباتي. ايوه 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 بيكون عروس ما قوقعش، فريد من نوعه.
يا ابني انا ادور الخبر هذا، انا اشتي اغيظ اعدائي، انا اشاب دور تبكي دم، اشتي دموعي ينزلين سعلبير السفلى. تمام ايوه باباتي، بس برضو باقي باصحابي رقاصين. هاي اورجينال. ايوه باباتي يا ابني سهل الخبر هذا، احنا اش نرقص كلنا بعروسك، احنا دي رقاصين كلهم يرقصوا مو بات. لا باباتي انا باقي باصحابي شله. ايش من رقصات يرقصوا باباتي؟ ديسكو، بوب، رقصات جاز باباتي. ايوه جاز يا ابني، الجاز ضروري، انت داري انه الكهرباء دي الايام اللي تطفي وتطصي، ما القانون طفاي للصاي، وش نعمل على الجاز احتياط؟ لا باباتي لازم تفهمنا باباتي، انت فهمتنا غلط. الرقصات هذه باباتي يعني الجاز يرقصها مايكل جاكسون. ايوه وانا عارف كمان ارقص. ايش من رقص انا ونادر؟ اسال نادر كيف نرقص يا نادر. أيوة باباتي نقوم نوري لك رقصه باباتي. سبوك رقصه، يلا قم يا عمر، قم نسبوك له رقصه. قم يا الله تخارقنا قيوبنا من ظلم العاقل وصحبته. عمر تفضلي. الو شكون؟ معقوله هذا الذي يصير يا استاذه شكون؟ طيب خلاص بعد البنجوصه. طيب يلا مع السلامه. مين؟ مساء النور. أنا أنت فرح لهذا الوقت. إيش؟ كنت بساعة وبعدين خرجتونا ونبيل للبوغية. آه نبيل كان معاك؟ أيوة. اسمعني ما ذكرش شكون بأي حاجة. إيش؟ شكون؟ مالي شكون؟ مالي؟ مالك كده تفاجأت؟ لا بس أنت قلتي شكون. إيش يعني شكون؟ كيف؟ شكون. أيوة. الشكون أقول لك. قولي. الشكون بتي إيش؟ الشكون بتتزوج. إيش؟ لا تتزوج. الو شكون؟ لا رقدنا ولا صلينا.
حياك الله يا ديك. تقدر تقول لنا زي ما كان يقول النبي كم صرف الجمال هدياك؟ صرف الجمال هذه الأيام قدو دقائق ما عادوش هدياك. كلامك صحيح يا ضح، كان هدياك هذه الأيام نادرين جدا. أوف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهلك الطغاة، اللهم اهلك الفاسدين. تقول يا ابا شو قلنا ممكن تفعل حاجه اذا اتصلت لخالتي؟ والله ما اقول لك الا خير. انت حليب اختك شقون وانا حليب بحالتنا، لا رقدنا ولا صلينا. مش بايدينا يا ابا، ايش نسوي؟ ايش رايك نقوم نصيح العاقل؟ لا فأني يكون عاد رابط. العاقل هذا يا ابني خبيث خبيث. بس أنا متأكد يا با إن المدير العام هذه المرة ما بيرحموش، لولا إن اليوم عطلة. إيش معناته؟ معناته يا با إن إحنا بنجلس ضيوف هذا الديك لا مبرة. مش معقول يا ابني. صباح الخير. صباح النور. بدري يا استاذة. صوري ما قدرتش اصبر، كانوا في غيبوبة. لا يا أستاذة، الحمد لله صحي قبل شوية والآن نام. تصوري إنني ما قدرتش أرقد طول الليل، يزعل الليل زي الزفت. جلس أفكر بالوالد وأخي منير محبوسين عند العاقل، كمان أفكر بفرحان. أنا السبب. لا يا أستاذة، أنا السبب، لأنه أنا اللي فاجأته بالخبر. كنت متوقعة أنه بيزعل وخلاص، بس ما كنتش متوقعة أنه بيحصل له كده. برضو أنا السبب، أنا اللي اتصلت بك بمجرد اتصال خالتي بدور. المهم قولي لي، إيش هتفعلوا أهلك؟ ولا حاجة، مكانهم محبوزين. معقولة؟ هذا العاقل عندكم يحبس ويقيد؟ طب والناس ليش خرجوا للساحات؟ المشكلة إن العاقل مدعوم، لذلك يذل أهل القرية كلهم. طيب والحل؟ إيش اللي ممكن تفعليه؟ معنا نبيل بن خالتي، هيتواصل اليوم مع المدير العام. أخاف يكون المدير العام نفس هذول الناس. لا 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 لا، أبي وأخي يقولوا إنه شاب كويس واسمه باسم، من خيرة الشباب. باسم، ذكرتيني بابن أخي.